السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم نشوفو لاباج 149 لا كيستيون 6. عندهم علاقة بالنص اللي قرينا في الفيديو اللي قبل، اللي هو لا سونتي، سونتي اي او الصحة والماء، وشفنا فيه أهمية ديال الماء وبالنسبة لكاع الكائنات الحية بما فيهم لي بلانت النباتات، لي زانيمو الحيوانات، اي لوم اللي هو الإنسان. متفقين؟ voilà. Donc la question 5 coche la phrase qui a le même sens que celle du texte. Donc هنا عندي واحد الجملة مخوده من النص، وعطيتكم وعطاونا هما اللي عطاونا، عطاونا هنا لتحت ثلاثه الجمل الاخرين، وحده فيهم عندها نفس المعنى بحال هذه الجمله اللي كاينه في النص. دونك خاصنا نفهموا تو دابور الجمله اللي مأخوذة من النص، ومن بعد نقراو هاد الجمل كاملين ونفهموهم باش نعرفوا اين وحده عندها نفس المعنى بحالها. صافي، دونك جو تو كونساي، كنصحك دو بواغ، تشرب شنو؟ دي جو. شنو هما لي جو؟ هما العواصر كيف ما كتشوفوا هنا. دونك دي جو باردون. علاش لي جو؟ علاش العواصر؟ تو سامبلومون حيت فيهم كميه كبيره من الماء. اي دي بوتاج، شنو هما لي بوتاج؟ بحال هما بحال الشوربه، الحساء مثلا، فهمتي؟ الحريره، تقوم الحريره، الحريره اللي فيها بزاف الخضر، يعني فيها بزاف الخضر، يعني فيها بزاف الماء، فهمتوا؟ هادشي اللي قصدو، يعني مزيان هادشي الانسان يشربو مزيان. دونك حنا فهمنا هاد الجمله، هاد الجمله كيقول لك بلي كنصحك انك تشرب العواصر بزاف والسوائل بصفه عامه. جو تو كونساي، كنصحك دو بواغ دي جو اي دو، الماء والعصير. ولا جو تو كونساي دو بواغ دي جو، عواصر اي دي سوب، والحريرات كنقولش الحريرات. المهم جو تو كونساي دو بواغ دي جو اي دو لي، العصير والحليب. إذن فين هي اللي بانت لكم؟ واش الحليب، واش العصير والماء، ولا العصير والصوبات، ولا العصير وهذا والحليب؟ والصحيحه هي هذه الثانيه، لا سوب. صافي، لا كيسيون اللي من وراها كومبليت لا فراز افيك سو كي كونفيان، اتمم الجمله بما يناسب. كار، دونك هذه هي الجمله، نكملوها اما ب او ولا ب، واخا نشوفوا الجمله شنو فيها. الجمله فيها il ne faut pas oublier d'arroser les plantes، لا يجب نسيان سقي النباتات. il ne faut pas oublier d'arroser les plantes، واش معنيتها؟ ماشي واش معنيتها، باردون، واش التتمه ديالها هي car elles peuvent pousser sans arrêt، حيتاش يقدروا يكبروا بدون توقف، ولا حيتاش يقدروا ils peuvent se dessécher et mourir، ينشفوا ويموتوا. دونك انا الى il ne faut pas oublier، ما خاصنيش ننسى، حيت الى نسيت نورمالمون شنو غيطرى؟ الى نسيت غادي ينشفوا، غادي يموتوا، ماشي غادي يكبروا. ندير فاصله ونقول car elles، شكون elles؟ les plantes، نباتات. elles peuvent، يقدروا، se dessécher، اي mourir، ويموتوا. صافي، فوالا. دابا غادي نمشيو لا كيسيون اللي من وراها، سبعه، ريكوبي لو تيكست ان رامبلاسان شاك فوتو بار لو مو كوريسبوندون. دابا عطاوني هنا واحد الجمله، ولكن الى لاحظتوا بعض الكلمات ما كاينينش، كاين في بلاصتهم شنو؟ كاين في بلاصتهم صور، فانا خاصني نعاود نكتب هاد لو تيكست، ولكن ما رسمش الصور، نكتب في بلاصتهم الكلمات المناسبه ديالهم. مثلا هنا هذا شنو هو؟ شنو كيدير هاد الشخص؟ كيشرب، دونك كيشرب بالفرنسي هي بواغ، متفقين؟ عاوتاني هنا شنو هذا؟ لو روبيني. عاوتاني هذا شنو هذا؟ لو فيغ، فيغ هو كاس. صافي، فوالا. دونك كون جو فو، من كنبغي حينما اريد بواغ
de l'eau كنبغي نشرب الماء. J'ouvre le robinet كنحل الروبيني. Et je remplis ou كنملا mon verre كأس ديالي. حيت شتينا شنو كيديروا من كيبغيو يمشيو يشربوا تيمشيو يحلوا الروبيني ويخليوه غادي ويديروا يديهم تحت الروبيني ويخليوه بزاف الماء كيضيع، في حين ان بامكانهم يعمروا كاس ويشربوا على راحتهم. متفقين؟ دونك غادي نكتب quand je veux boire de l'eau, j'ouvre, افتح le robinet اللي هو الصنبور et je remplis املأ mon verre. صافي نقدروا نزيدوا فيغ دو كاس الماء كاس ديال الماء، ولا نقدر نقول غير صافي كنعمر الكاس ديالي. لا كيسيون 8 كومبليت افيك لي مو اوتي كوم توجور. كوم هي مثل توجور هي دائما. دونك جو مانج دي فروي، واش دائما البنان؟ لا مثل جو مانج دي فروي كياك كناكل دي فروي كناكل فواكه. كوم مثل la banane, banan, la pomme, tfah, et l'orange ou limon. Le matin au réveil, le matin sabah, je bois toujours quand je trouve d'aïman un verre d'eau quand je trouve d'aïman un verre d'eau. Ça fait quand on a un tamrin reconstituer les phrases puis recopiler هذه جمله وهذه جملة، ولكن كنلاحظوا بلي الكلمات مخربقين. اسهل طريقه كيف قلت لكم كنشوف اللي فيها نقطه، الكلمه اللي حداها نقطه هي اخر حاجه غادي تكون في الجمله، واللي فيها ماجوسكول هي اول حاجه غتكون في الجمله. اذا انا حيت ليا جوج عرفت باش كتبدا الجمله وباش كتسالي. نشرح لكم انا دابا الكلمات. انديسبونسابل هي شي حاجه ضروريه، لا لو الماء، اي على في افي في هي الحياه. دونك ما لو لو ديما مبعد لو سوجي كيكون لو ذا، دونك لو اي مالو اي انديسبونسابل. انديسبونسابل كوا ا لا في ضروري للحياة. صافي دابا نمشي نشوف الجملة الثانية. الجملة الثانية تهي الكلمات مالهم مخربقين، وبنفس الطريقة كنقدر نحيد عليا أول كلمة باش غادي يبدا النص وآخر كلمة باش غادي يسالي النص، حيت كنشوف شكون اللي فيها ماجوسكول. نوغيتور مزيان هذه آخر حاجة، وباش غادي يبدا بلي واخ. نوغيتور هي الأغذية ماكلة. بوزوان حاجة، ماشي حاجة شي حاجة لا الحاجة. أنيمو حيوانات. أن لي زو دونك لي على ما نهضروا هنا، على ما كنهضروا شكون هو الحاجه الحيه اللي غنهضروا عليها هما الحيوانات. اذا غادي نقولوا لي زانيمو. متفقين؟ من درت لو سوجي ديالي اللي هو لي زانيمو خاصني ندير لو فيرب. فين هو لو فيرب؟ هو ان الحيوانات. ان بيزوان تحت محتاجه. محتاجه شنو؟ اون بيزوان دو لو محتاجه الماء. وشنو اخر؟ اي شنو اخر؟ اي دو بلاتي بلاتي هنا زدت هادي. دونك هنا غديرو غير دي بوحديتها، غتحيدو هاد ال صافي وديو ابوستروف. اون بيزوان دو اي دو نوريتور محتاجين الماء والغذاء. بحال بحالنا مثلا، حنا شنو محتاجين في هذه الحياه؟ محتاجين اول حاجه الاكسجين، ومحتاجين الماء، ومحتاجين شنو اخر؟ محتاجين الماكله. ما نقدروش نعيشوا بلا ماء وبلا ماكله. واش تقدر تعيش بلا ما تشرب الماء؟ ما تشربش كاع شي حاجه اللي فيها الماء، ما شي حاجه امبوسيبل.
مستحيلة. تقدر تعيش بلا ما تاكل؟ لا، شي حاجة مستحيلة. وكذلك الحيوانات وكذلك النباتات، هما محتاجين الماكلة ومحتاجين الماء اللي يشربوا. دونك لي زانيمو اون بيزوان دو، محتاجين الماء اي دو نوريتور. نسيت عاوتاني هنا دو، صافي اون بيزوان دو اي دو نوريتور. فوالا، نكون هكا سايس معكم فيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا معايا، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف، السلام عليكم.